طيب نخش بقى على ال HSRP. نسينا بس نكتب امر شو في اللاب اللي احنا عملناه ده عشان اشوف في الشو enable show standby. بص هتلاقي بقى الراوتر ايه على مستوى جروب 1 هو الاكتف، لكن على مستوى جروب 2 listen، على مستوى جروب 3 listen، تمام. وممكن تلاقي بقى اللي في النص ده على مستوى اهو enable show standby، تلاقي بقى ده اكيد على مستوى جروب 1 مش هو الايه، على مستوى جروب 1 listen، لكن على مستوى جروب 2 هو الايه الاكتف، وعلى مستوى جروب 3 ستاند باي. تمام. خش بقى على الخاصيه اللي بعد كده فين HSRP authentication زي كده، مش دول بيقعدوا يتبادلوا هلو ويخشوا في منافسه على الانتخابات؟ طب ما ممكن ممكن يوم جاي ده ينزل عنده سوفت وير يشتغل زيه زي الاتش اس ار بي ويبعتها له على انه هو ويخش في منافسه وهو اللي يكسب، وطبعا يعلي البريورتي بتاعته يخليها افضل حاجه والاي بي بتاعه اعلى حاجه. فانا عايز اضمن ان اي حد هيحاول يخش ما يقدرش يخش الا اذا كان فيه اوثنتيكيشن، ودول هيتاكدوا من هويه الشخص اللي هيشارك معاهم في عمليه الايه الانتخابات. قال لك بسيطه، هنحط باسورد على الايه على الفتحات دي. بس في مشكله ان الباسورد دي لازم تتبعت عشان نعمل انتخابات، واحنا عارفين رساله تتبعت هنا مالتي كاست بتروح لكل ايه، تروح كل الناس، وبالتالي هتوصل لهم مقشره. فده كان عيب في فيرجن 1. في فيرجن 1 كانت الباسورد بتتبعت تكست مود فتروح للهاكر مقشره، لكن في فيرجن 2 ضافوا الايه الام دي 5 مود، تتبعت هاش دي يعني عشان ما يفهمش منها ايه، ما يفهمش منها حاجه. تمام. ايه الكونفيجريشن سريعا مش هنخش يعني في التطبيق العملي بتاعها، تافهه جدا. وانت بتكتب ستاند باي وتحدد رقم الجروب وبقول له زود كده كوماند اوثنتيكيشن، لو انت هتستخدم التكست مود يعني مش تبقى مشفره تكتب تكست، الام دي 5 مود يبقى ام دي 5 وتقول له كي سترنج وتحط بقى الباسورد اللي ايه. بس ده كده على فيرجن 2 فقط. في اي سؤال تكرره بقى لو انت عامل مالتي جروب، وابقى اكرره في كل جروب نمبر، وابقى ظبط شغل السكيورتي بتاعه، والا واحد هيشتغلك ويخلي نفسه هو الاكتف، والناس دي لما تيجي تطلع تقوم جايه طالعه عن طريق تروح لده، ده بقى يعمل لهم نت كات ولا اي حاجه. اوكي. ايه كمان التراكنج والاي بي اس ال اي؟ ايه التراكنج ده؟ هنا فرضا الراوتر اللي فوق ده هو الاكتف. طيب الراوتر ده طول ما اللينك بتاعه شغال يبقى عمال يبعتها له وبيثبت وجوده كل 3 ثواني، والناس دول خاضعين ليه ومعتبرينه هو الاكتف، والناس اللي هتيجي تطلع نت هتطلع نت. طب افرض ده بقى حصل فيه مشكله فين؟ في اللينك ده ستيل لسه بيبعتها له كل 3 ثواني ولا ما بيبعتش له؟ ما هو الانترفيس بتاعه سليم، والناس كلها لما تيجي تطلع نت بتروح له ايه؟ تروح له هو، وهو يا عيني مش عارف يطلعهم لان اللينك اللي ربطه بالانترنت واقع. فالراجل ده تجيله رسائل يعمل لها دروب، هيوديها فين؟ يعمل لها دروب. تمام. طب وبعدين حل المشكله دي ايه؟ قال لك ايه رايك نعمل حاجه اسمها تراكنج. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنيجي على الراوتر ده نقول له بص انت الاكتف لان البريورتي بتاعتك كام؟ مثلا 150، عشان كده هو ده اللي نجح بقى ايه؟ بقى الاكتف. هقول له بس بص احنا عايزينك تراقب حاله الفتحه ديت، لو الفتحه دي وقعت طبعا تقع امتى؟ لو انت دخلت قفلتها او اللينك ده وقع، لو الفتحه دي وقعت ابقى نزل البريورتي بتاعتك مثلا ب 70، فتنزل من 170 بقيمه، من 150 بقيمه كام؟ 70، فهتبقى البريورتي بتاعته كام؟ هتبقى كده هتبقى 80 صح كده؟ هو هينزلها بيعمل لها ديكريمنت بقيمه انا احددها له. فلو هي 150 عشان كده نجح بقى اكتف، الراجل ده بيتراك حاله الفتحه دي، اول ما الفتحه دي تقع او يحصل فيها مشكله يقوم جاي مقلل ال 150 دي بقيمه 70، فتبقى البريورتي بتاعته كام؟ 150 ناقصها هتبقى 80. فالراجل ده ساعتها
لو هيبعتها له يقول فيها انا البريوتي بتاعته 70، ساعتها دول تتهرج، احنا كنا موافقين عليك تبقى الاكتيف عشان البريوتي بتاعتك كانت كام؟ 150، لكن طالما نزلت ال 70 الاثنين دول ايه اللي هيحصل فيهم؟ اكيد في واحد منهم هيعترض، بس بشرط يكون مشغل خاصيه الايه؟ يبقى في الموضوع ده لازم يكون مشغل بريمشن على عليهم كلهم بقى، شغل بريمشن. ساعتها دول اول ما هيلاقوا واحد بيقول انا الاكتف البيوت بتاعته 70، لا يا حبيبي، يوم جاي واحد مكانه هو اللي داخل الايه؟ يبقى هو الاكتف. تمام؟ احنا هنا عملنا تراك ولعبنا انهي فتحه؟ الفتحه دي. طب افرض كانت اللينكه دي شغاله والمشكله عند الاي اس بي، اللينكه دي اللي واقعه مثلا. خلاص انا ممكن اجي اعرفها اقول له بقول لك ايه؟ بس هنا احتاج بقى الاي بي ايه؟ اس ال، اقول له عايزك باستمرار تبنج على وادي له اي بي حاجه في الانترنت. تمام؟ وطول ما البنج ده شغال الراجل ده البريوتي بتاعته كام؟ 105. اول ما تلاقي الاي بي اس ال حالتها بقت ايه؟ واقعه، قلل البريوتي بتاعتك بقيمه وانا احدد له القيمه. بس طبعا تراعي ان القيمه بتاعت البريوتي تقل بحيث ان هو يبقى اسوأ من الايه؟ من التانيين، من التانيين بالظبط كده. حتى ساعات يبقى الراوتر اللي فوق ده لوحده واصل بالانترنت عن طريق تو لينكس مش لينك واحد. فبص بقى انا عايز ايه؟ عايز ده يبقى اكتف او ده يبقى اكتف لو التو لينكس اللي في دوله الاثنين وقعوا مش واحد بس اللي ايه؟ فساعتها ممكن ابص هو 150 وده 100 وده 100. ممكن اقول له بقول لك ايه؟ لو لينك وقع قلل نفسك 30. فكده لو اللينك الاولاني وقع هيبقى بدل 150 يبقى كام؟ 120. ستيل لسه ايه؟ افضل. لو التاني بقى وقع يبقى ساعتها هيبقى كام؟ هيبقى 90. ساعتها الاثنين يخشوا التانيين يخشوا ايه؟ يخشوا مكان. فهي دي الفكره بمنتهى البساطه، ان انا بستخدم حاجه اسمها تراكنج. لو هتراك انترفيس مش محتاج اي بي اس ال، لكن لو هتتراك اي بي بعيد هتبنج عليه يبقى محتاج الايه؟ الاي بي اس ال. انا مش هحتاج التراك، انا يعني انا ممكن اكتب الاثنين بس انا مش هحتاج، يعني ما دام كتبت الاي بي اس ال بالظبط طالما عامل اي بي اس ال ايه يبقى مش محتاج تتراك الانترفيس، لان كده كده لو الانترفيس ده واقع الاي بي اس ال ايه هتقع. تمام؟ بس ممكن يكون موضوع الانترفيس اسرع في ان هو ياخد اكشن ويقلل البريورتي بتاعته. طيب ايه الكوماندات بتاعتنا ايه؟ انا عامل لك فايل مخصوص لجزئيه التراكنج والاي بي اس ال سواء للاتش اس ار بي او للفي ار ار بي او جي ال بي بي. نبدا بالاتش اس ار عادي، بقول له ايه بقى؟ بس خلي بالك عشان في اختلافات ما بينهم. بص اهو جاي داخل على، شوف الفتحه دي انت عاملها في جروب كام حسب الجروب. اقول له بقول لك ايه؟ تراك اف 0 على ايه؟ اف 0 على 1. يعني الله يكرمك خد بالك وعينك على مين؟ على اف 0 على 1. لو سكت على كده ما حددتلوش اعمل ايه لو اف 0 على 1 وقع؟ بينزله ب 10. دي الديفولت، بيديكريمنت ب 10. ساعتها بقى لو مثلا ده كان 105 مثلا، فلما ينزل 10 يبقى 95، فيبقى اسوأ من الباقي لو ده 100 وده 100. فانت تراعي ان الديكريمنت بعد ما ينزل يبقى اسوأ من الايه؟ طب افرض انت بقى عايز تحدد قيمه للديكريمنت ده، فخلاص زود كلمه ديكريمنت وحط الرقم اللي يعجبك، حط بقى 20 30 براحتك. ده لو سيادتك عايز تتراك ايه؟ فتح. طب لو عايز بقى تتراك باي بي بينج عليه بعيد يبقى لازم تقول له تراك وتدي له رقم تراك. يقول له مثلا تراك زي مثلا ايه؟ 1. شغل بقى الاي بي اس ال اللي خدت. وبعدين اكون انا عامل بقى تراك ايه؟ تراك 1. وتراك 1 ده بيسلم لمين؟ للاس ال ايه. وتقوم جاي عامل اس ال ايه تبنج. خلاص بقى الكلام ده احنا خدناه قبل كده في الايه؟ في الراوتنج. تمام؟ يبقى انت هتحتاج لو هتتراك ترمي الاتش اس ار بي على تراك 1، وبعدين تعمل تراك 1 وتراك 1 يرمي على ايه؟ على اي بي اس ال ايه، والاي بي اس ال ايه تشوف بقى هتبنج على ايه؟ على مين؟ على مين بره عشان تعرفك الحاله شغاله ولا مش شغاله. في اي سؤال كده في الجزئيه دي؟ مش هنضيع وقت فيها في التطبيق العملي. كده الفكره بتاعتها مفهومه. ده بالنسبه كده للايه؟
HSRP tracking and IPSLE. خليني اوريك سكرين شوتس كنت واخدها. هي فيريفاي سكرين شوتس دي انا مجمعها من كذا حاجه يعني. ده الديباج اللي هو بتاع الستاند باي. بص يعني هنا راوتر كان اكتف البيوتي بتاعته كانت 100، بعد كده بقى ستاند باي البيوتي بتاعته 50. في حاجه هنا في ديباج ستاند باي بص بيراقب لك انواع. اقوى واحد فيهم اللي هو ترس. ده ديباج ستاند باي ترس. ترس يعني يجيب لك ملخص كده وموجز ويجيب لك بقى الحالات. ده اللي بيجيب لك الكاب مسج والريزاين اللي هي واحد بيتنحى عشان واحد تاني يخش مكانه. وفي باكيتس يعني بيعرفك يقول لك ايه انا استقبلت هالو لسه باعت هالو وهكذا. الترس دي اللي بقول لك عليها. ودي كل دي كلها نتائج الترس. بص الترس بقى الكاب وتجيب لك الحاله لو تحول من حاله لحاله بيجيبها لك برضو اهو. ده قفل الانترفيس الريزاين. طيب خلاص كفايه كده في الايه في الاتش. لسه بقى هنشوف ان شاء الله التطبيق العملي للاف اتش ار بي على ايه بقى. على ده في الاخر بقى على المالتي لير ايه سويتش. تمام كده خليه بس لما ايه سريعا كده نلخص الفي ار ار بي مقارنه سريعه وبعدين اقول لك فكره الجي ال بي بي وبعدين نشوف في الاخر الايه اللاب ده. هنختم باللاب ده ولاب كمان معايا. اوقف الفيديو ده على كده.